يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز قذف المسلم ورميه بالعاهر والعربيد والخمار في المسجد، وهل يجوز أخذ العلم على من يفعل ذلك؟ لا يجوز هذا، هذا كلام باطل وكلام لغو وغيبة نميمة، لا يجوز الكلام في أعراض الناس. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، إن كان فيه ما تقول فقد، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه. نعم. وهذا أعيدكم فيه إلى ما كتبته في كشف النقاب في القاعدة لهؤلاء القوم، أن العدل والمرضي عنه من كان معهم، ولو كان أفجر الناس فجوراً في الأعراض كالعاهر الفاجر أبي أيوب المغربي الهولندي، عاهر فاجر، وإذا كنت معهم فأنت عدل بر، ولو كنت فاجرا عربيدا من أصحاب الحانات والخمارات كأبي أيوب المغربي. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.